طيب بداية نروح لجولتنا في السوشيال ميديا وأبرز التغريدات المميزة لليوم. تغريدتنا الأولى من حساب معالي المستشار تركي آل الشيخ، واللي علق على مقطع فيديو استمتع وانطرب فيه بنفس الوقت، قال فيه: صنعت يومي، شكرا لك. إذا أبو ناصر اتسلطن فأكيد احنا كمان اتسلطنا. فعلا شيء جميل، بالتشاو على العود ولا اروع. من فيكم شاف الموسم الخامس؟ ودي احرق عليكم بس حرام، يعني اكيد هو انحرق في السوشيال ميديا. بس زعلت صراحه، مره يزعل. ومنتظرين ان شاء الله الموسم السادس والاخير، ان شاء الله يكون انه الاخير. عموما